بسم الله. لرسم الدايمنشن او الابعاد في برنامج الليبرال كاد الموضوع سهل وبسيط. هلاقي هنا الدايمنشن، اول ما ادوس عليها بتطلع لي القائمه ديت، اختار منها او ممكن من قائمه الدايمنشن اقول له انا عايز ارسم الدايمنشن بتاعي زي الايند، اختار النقطه ديت واختار النقطه ديت وابدا امسح بالماوس بتاعي شويه عشان احط الدايمنشن بتاعي. تمام، انا مختار بس الخط منقط، بعد كده هختار ان انا ارسم باي لير، وده برضو خلاها باي لير. تمام، طيب لو انا عايز ارسم دايمنشن تاني اختار برضو اول نقطه تاني نقطه وابدا اسحب واحط الدايمنشن بتاعي، بس انا ما اخترتش الايند المره دي، انا اخترت لينير. تمام، الدايمنشن بتاعي طلع برضو بين النقطه دي والنقطه دي بدون ما ياخد نفس الميل بتاعه. تمام، وهنا برضو ممكن اقول له انا عايز ارسم افقي بالشكل دوت، او ممكن اقول له انا عايز رأسي نفس النقطتين برضو بس هتبقى رأسي، ادي المسافة الرأسية بينهم اهيت، او ممكن اقول له انا عايز الراديوس بتاع الدايرة ديت اهوت، او انا عايز القطر نفسه. تمام، او انا عايز الزاوية هديله خطين مثلا دوت ودوت، او اكتب لي الزاوية بينهم قد ايه. تمام، فكل ده بيديني فايدة ان انا عرفت الابعاد بتاعت الشكل اللي عندي. تمام، ناخد برضو امر تكست بالمرة، امر تكست جايب لي الواجهة ديت، اختار الفونت بتاعي وهنا هكتب اي حاجة في البرمجة كنا على طول نكتب هلو وورلد. هنا الالايمنت المحاذاة والنقطة اللي انا همسك منها، هنا الزاوية لو عايزها بميل اقول له اوكي وانزل الكتاب بتاعتي هلو وورلد.